سعى كل البشر انسى انه في قدر يلي من طبع الغدر يا زمن ما له أمر وصل الأجنبي يا عين، وصل الأجنبي. شوف فيها التقصيبة ما أحلاها. مسي إيه الله يحييه أبو حاتم. بس شو هالألوان هاي؟ شبها ما حلوة؟ مو قصة حلوة ومو حلوة، بس يعني كأنه بطلانة مو بطلانة. هاي بطلانة هاي؟ يفضح حريشك هاي آخر موطة نزير. هالقميص مقصب بين إيديك ما بالبالك بالو ولو أشراني حاجتك بقى في صلاة محمد. كيف اللي ما حلو؟ لا لا حلو حلو مو حلو نزير حلو بعرضي لما بلبسه بصير فرجة لمين يتفرج. بالله وانت بدك انا نصير فرجة يعني؟ شو قصده نزيه؟ شو قصده؟ لك يا اخي ما قصده شيء، يعني عندك غير هدول اواعين. ليش شبههم ما حلوين؟ لا يا سيدي ما حلوين، شو بدنا نضحك على بعضنا؟ العمى هيك عم تحكي معي؟ اخي هذا الموجود العمى. شو الحل هلا؟ هات لشوف دبرها انت. فكري انا شو قلت لك يا مش على الاواعي. انا خليني بالفوق. هلا انت رح تحسنت بالفوق. شبك مو عاجبك يعني؟ ورجينا بتا. تفضل شوي. السلام عليكم. مرحبا معلم. وعليكم السلام. اهلين شباب. كأنه ما عرفنا. ما ايه شو متغير؟ تذكرت كبران؟ ما شاء الله. هات مسيرات تعال. دخيل عينك. اسعدني بس. كيفك؟ ان شاء الله. يا برني الوش ما احلى. اهلين شباب. سمعنا شوي ما. ذكروا بحدين. مو متذكرها. ما تذكرها؟ لا بنزعل منك هي. والله ما تذكرت. اسمع الحكي. حضانة ما حضانة هيك كلمة مدرسة ولو ما بتساوي شي عندك هيك مدرسة حلو بالإمارية نحل عشا ضيع لي مو احمد مراود احمد مراود هذا هو ابن ربك يا اهلين شباب فوتوا فوتوا مشربكم شاي اخي نحن الا وحدتين اخي نحن بصراحة مو جايين نتضاير نحن جايينك بخدمة الا نزير احكي الا كل التي خسد ديب تركي نزير اخي نحن طمعانين بكرمك بدنا اياك تاجرنا بنطلونين وقميصين نستر على اختك لا تردنا خايبين اي بس لا بس بس لي هلا كنا عم نحكي شو العجب يا ليمو شو بدنا نحن ناخذ منك الاواعي والمسا وحياه الشوارب بكونوا عندك خلاص خلص فوت بعدي يلا اي مريه انتوا انجليزي لما فرنسي بسام يو بسام ايوه
وينها؟ أهلين عمي نزير. أيوة يا ميد أهلين وسهلين. أهلين عدو. أهلين بوزي واحدة بس. أهلين وسهلين. والله عمد طمني عن الشغل. والله عافيتها تمام. ما بيعلمني يا ميد أهلين. معلمي بدنا نعمل تليفون على راسي بطل. كل مرة بتلقموا شاي خفيف مشان قلنا يا شوي على راسي على راسي بطل. هدول اللي بطلوا بطلوا قلنا يلا عايز أسوي لك شاي. يلا يا رب. يلا أهلين بسام. شكرا الزوج ليتي. ألو؟ أيوة مين كاري؟ نزور. مين نزور؟ مو أنت نزير؟ أنا اليوم سميتك نزور اللزلوز. يا ستي مقبولة منك مو مشكلة. شو كان بدكم مبارح منا اتصلتوا فينا؟ بالليل؟ إلا ريلاس شو بده من حدي؟ اتصلت فيني مبارح إلا طول بالك لا تسرعني خليني أفبرك الأمور. شو بدك مني مبارح اتصلتي فيني؟ بدك يعني كنتي؟ كنت بدي أقضي نهار معك اليوم. يعني نتغدى سوا مثلا؟ ايه بس هالمرة على حسابي ما بقبل انه انتي تدفعي. لا هالمرة بدك تتغدى عنا بالبيت. ودودة جيبه معي؟ اكيد لازم يجي معك. لكن مين بده يسلي ليلاس؟ ايه خلص طيب امتى وين نلتقى؟ يلا تعالوا لعنا على الفيلا. اوكي تمام سكلمة. تفضلوا تفضلوا استريحوا هلا بينزلوا الأسد. كتر خيرك يا أختي. وقال لازم نفقسون شيء. مخشيش يعني؟ لك أنا عم تحك بركي هيك العادة هو. خلاص وانت طالعك بس 50 ورقة. قولي. شو خفتوا من ميغو سيلفستر؟ لا والله بس لحنا يعني ركضنا مشان شفنا عليهم. ايه هيك شفنا عليهم. مين هدول الكلاب للناطور؟ لا حبيبي هدول الي ولا كاري سيلفستر وميغو. حبيبي انت ما بتحب الكلاب والحيوانات؟ بلا بحبهم بحبهم كثير. وانت نزول؟ والله انا يعني بحب بحب الدجاج الحمام شبه بس شوي هلا وين حمامه؟ هنيك. وانت دودي ما بدك تروح على امامك؟ انا لا مشي الحال ما بخاف. تفضلوا. مرحبا يا شباب. اهلين. وين الشباب؟ شوفت عينك انت الصانع؟ ايه بس ما تقرف هيك معلمينك بيتعاملوا مع الزبائن؟ والله معلميني ما هو لما يجوا بسألوا. تعرف تصلح انت؟ لا انت عم تتبصر ولا؟ يونك بشيلو عمي معي شاوربك هوينا للمحل تاية وريحتها تطلعي معي شاوربك بس بشوال نفس يلا. لا انت بتعرف عم تحكي؟ انا عيونك بشيلو لا حول ولا قوة الا بالله عم يصرف ربع احسن ما اطلع معي الكبسوني وساوي الكباب مش يلا لو كان فاسك مش جاي بتعرف البلاغ جمال ساري قلت رايح في يا ناري المحبوب يا ناري جيدة بالجنب لك شو صار لك على غفلك؟ شو صار لك؟ شلون ما في شيء وصار لك ثلاث ايام خلي ايدك مقلوبه؟ لا تقول هيك حظك انا حظي معدل لك شو بحظك شو اهلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شو هذا؟ شو في خالتي؟ ما بعرف، ما ادري شو صار له على غفلة، اساليها. شبكي خجو؟ اعتبروني مجنونة، ايه؟ بس ما عم صدق قصة هذا الزبون اللي عم يطلعوا لعنده من ثلاث ايام حتى صلحوا له سيارته. انا قلبي حسسني انه في شيء، واليوم بدي اعرف شو القصة. ولك انا وصلت مجنونة؟ وشو هي القصة؟ اختي في شيء مو طبيعي، نزيل ومحبين اكيد اكيد مخبيين شيء. اي والله والله ما يسمعك اخوك عم تحكي هالحكي لقيمة قيامتك. اللي بده يساوي يساوي، ما عاد فرقت معي. ولك مع مين عم تحكيها مجنونة؟ مع الورشة. شو اعمل لك صبحية؟ اقتل حالي؟ لك شو ساوي؟ صري قولوا لي. يا جيران، يا غاسو، خيرو خيرو الدح. مرض؟ لك ما بيرد يا زلمة، معقول كن مسكر ورايح له شي مشوار؟ بيعملها والله. ها مين هذا اللي مسكر وراح مشوار؟ ها؟ هلا شو اسمه؟ السكرتير تبعنا اللي حكيتي معه امبارح. هذا سكرتيركم انتو اثنين؟ لك ومعقول شو في شغلات مشتركة بيناتكم؟ لك انا وياه مع بعض دائما، معناها بتحبوا بعض كثير. مين يعني كان؟ لك غزوت بتلعب تنس؟ نعم تنس. قوم قوم يلا. من وين؟ من هون. تعا يلا روحي انت. وين راحوا؟ هلا شو بدك فيهم؟ هم بدهم يروحوا يروحوا، المهم يكونوا مبسوطين. انت مانك مبسوط؟ بلا مبسوط لرضا الله انا، بس بصراحه خايف. لا تزعل مني، خايف الحج يطب علينا ويلاقينا مع بعض. يعني انا ما بحب هي القصص وهي المواقف، عن جد كثير هيك بتضايق وبتنقرز منها. حجي؟ انا حجي هاد الوالد جلال بيت مو حجي. شو اللي عم تضحكي؟ شو في؟ عم بضحك على كلامك، لانه اولا دودي قصدي الحجي اللي عم تقول عنه مسافر بالصين وما بيرجع لبعد اسبوع. حتى لو كان هون ما في مشكله ابدا، دودي ما بيحرجني لا الي ولا لاختي، بالعكس بيحبنا وبيحب رفقاتنا كثير. بعدين تعرف نحن مسمينه شو؟ مسمينه مسمينه الامور الشطور. للوالد مسمينه الامور الشطور. ايه عشت اسامي. ما بدك نشرب قهوه؟ لا تنشربونا قهوه يعني. ايه تكرم عينك، فوت نشربها جوا. ايه تفضلي. يلا يا محمد وليه، شو كبير بيتكم هم. نلعب؟ شو بدنا نلعب؟ راكتات. مو بتلعب راكتات؟ مضارب. مضارب. ورحتي؟ تعا حبيبي فوت. تفضل حبيبي. شو بدك؟ هلا رح نشوف فيلم كتير حلو، فيلم المفضل كارتين. لك لا، رومانسي، سيتي اوف انجل. ماني شايفه هذا الفيلم، يمكن ما بعرف اذا شايفه، يمكن مره كنت انا وبحاتي شفناه بالطياره، نحن مسافرين بالطياره. الفيلم على اساس انه البطل هو البطل بيكون على فكره من دول من جماعه العصر الحجري، فبيجوا هدول بيهجموا على ناس حاملين بواريد ما بواريد. فقديم الفيلم هو على اساس كان وقت العصر الحجري، فبيجي البطل بيحط لهم متفجرات ديناميت تحت الجسر، بيحط له ديناميت، بيقوم البطله من على الشلال بتقول له بتنده له هي. على اساس يجي ابو حاتم وقتها كان هو اللي حكى. ايه وبعدين؟ في تليفون عندي؟ هلا؟ هلا لك بكره؟ ايه وراك تفضل. الو؟ ليش ما عم ترد؟ وينك انت؟ والله كنت عم بضرب زبون. وين؟ عم بضرب زبون. لك شو عم تحكي انت؟ لك مثل ما عم لك بالعلامة راح يجيب لي الشرطة. ومين هو؟ واحد مدري شو اسمه، شو بيعرفني؟ لا ما في شيء. يلا روح، يلا برجع بحكي معك بالمكتب. فهذا الفيلم كملت لك ما كملت لك يا انا، بيقوم البطلة هي وتحت الشلال. وين الحمام؟ تفضل.
أنا أول ما شفتك بصراحة يعني قلت لحالي أكيد هي البنت نفسيتها حامضة وجقرة. إيه؟ إنه أغلب الحلوين بيكونوا يا جبان يا أما نفسية هيك لكم. لا لا بعدين لقيتك. شو لقيتني؟ لقيتك غير شكل، لقيتك بنت ظريفة وأكابرية ومرباية وحكياتك حلوين ونخشين، وأنا هيك بحب يعني هيك بتطيري لي عقلي. بس ليلاس أنا بدي أسألك. هلأ ما اتفقنا تقلي ليلي شو بك؟ بلا اتفقنا ناديلك. ليلاس أنا بدي أسألك، أنت شو فكرة يعني شلون فكرة فيني؟ شو قصدك؟ قصدي إنه إحنا ما صرنا كتير عم نشوف بعض، بس أكيد أنت مفكرة فيني بشي قصة بشي موال بشي ترتيب. ما إيه مزبوط حبيبي، بس يعني هلأ ما بدي أقول لك مشان ما تتفاجأ. إيه علي الحلال وشباك النبي الأبيض لتحكي، أمانة صعبة قولي كيف شلون مفكرة فيني قولي. يعني أنا عن جد خلص بعدين بقول لك الأيام تثبت لك. لا ما فيني استنى. لك يخرب بيتك، بدك تشلمني، بدك تلبسني على الكوفيه، لك بركز هذا اللي راح طلع ما دوشتك علينا لك قسمه. يعني شلون بدك يعني سبك واسكت له؟ أول ما فات قال لي وين معلمك الحمار؟ أنت بتطلع 60 حمار، أنت واحد جحش وبدل وحمار، أنت حيوان؟ لا أنا مالي حيوان. ومن اللي عملوا لك؟ ومن اللي ما بدي شبك قسما بالله إذا بشبعكم لحتى ترشقوا فحصك برجلي. ما بدي طول بالي، ما بدي طول بالي، لسه بتقلي مسكين وآدمي ومن حلاله ما تضوع من شجرة. يا لعم مش مشيت على زيد عليك كثير لزاني. خلصنا يا روح خلنا نحل ما تلقى كفين معيتها كمان. ايه كنوز شو بدك؟ يلا بدك مانطوي وجاي. تفضل. حقي ولا مو حقي ابو محمود؟ مظبوط. اهلين وسهلا. قوم قوم ابو محمود قوم. اهلين وسهلا. تفضلي عندي. اهلين وسهلا. اهلين ام نزيه. اهلين. شبك كنوز والله وقعت لي قلبي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ام نزير. انا بحاجه هالمصاري، بحاجتهم ضروري وخجلان منكم، بس شو بدي اعمل بحاجتهم. واذا مالك مصدقتيني اسالي ابو محمود. مزبوط يا ابو محمود؟ مزبوط. ها وهي ابو محمود شاهد. الله وكيلك لو ما كنت بعازتهم ما كنت طلبتهم منك. ايه وامتى بدك اياهم؟ يعني اذا بتامني لي اياهم من هون ليومين ثلاثه بكون ممنونك. الله يسترك. ايه اعتبرهم صاروا بيعبك. اساسا انا وعدتك لما تطلبهم تاخذهم. والله خلصنا كنون، خلصنا، ما في داعي للحلفان. وأنا بعرف إنه نحن تأخرنا عليك، وأنت والله مالك مجبور فينا. نحن أهل يا أم نزير، أهل. مو بشكلي. بدك شي غيره؟ لا عذبناكي معنا. ما في عذاب، يلا خاطركم. الله معك. الله يكون بعونك على الأولاد. بده مين يكسر إيديك على الترباية؟ مزبوط أبو محمود؟ مزبوط. والله يا أمي بدنا ندفعهم مثل ما الله خلقنا. نحن وعدنا للرجال انه اول ما يطلبون يلاقيهم، فشوفوا شو بدكم نساوي. بعدين صار لكم 3 جمع ما دفعتوا لي مصروف البيت. يو انتم بتعرفوا البير وغطاء؟ ها ديكلي ما في. هلا انا بدي افهم، انتم قديش معكم مصاري؟ مصاري شو؟ شو مصاري؟ شو مصاري الورشه؟ قديش طلعت بهالكميون؟ انت شو بدك بهالقصة؟ طلعت ولا ما طلعت؟ لا تدخلي انت، مصاري كنون احنا مندبرهم. او ليش هيك انت صارخ لك ضيق؟
هدينا صبحية شبكي، هذا أخوك محدين الكبير بدك تسمعي كلامه. يو بعدين الله يرضى عليك يا أمي، حرام هذا كسمه، لا تقهره، أما اليتيمة فلا تقع، وبجوز بحسنته الله يرزقك. مزبوط محدين ولا لا؟ بلا هيك خالتي، هيك وأكتر، وألف مرة صرت قايل له هذا الزلمة معتر يتيم حرام بدنا نتحمله. خالتي بصراحة ابنك راسه مثل الحيطة. لك أنا راسي يا بس، لما أنت أحكي الحكي مع حالك لا تحكي معي. لك روح عنا يا لك حاجة محدين، يستر على أختك، بتزعل منك من غير شي. بدي روح شوفك نون، تروح معي. قوم. شفتوا تطليعة ما تطلع فيني، لما قلت لك بشي مو طبيعي ما تتأذيني. لك بدك يا يضرب قصته مع كنون وخناقته مع نزير ويقعد يتصفن فيكي؟ لك اركني بقى اركني، العم على هالنفسية شو محمضة، اركني. يو اخي انا رايح اشوف قسمي، انت شوف كنون. خلص انا بشوف كنون، انت شوف، خلص هساوي اللي بدك اياه، انا بشوف. لا والله يا معلم، لا والله ما تزعل مني، بس ماني راجع. شو يعني بدك تام الطريق؟ لا لقيت وظيفة. توظفت يعني؟ شو بدنا نساوي؟ بدنا ندبر حالنا. وين وظفوا جنابك؟ أنا وظفته عازم بالمدرسة. وين هالمدرسة بقى؟ هو مدرسة. هلا أعطوني غرفة فيها، بس لا تخلص بدي يشغلوني عازم. إيه؟ بالهنا إن شاء الله. يا معلم كلامك ضعطة، لا غيرت رأيك. مظبوط غيرت. والوظيفة؟ قلو استقلت. معقولة؟ قبلي كيف حكي؟ هلا شو شو كانت روح لنفسك مغيرنا. شو؟ وين شاردة؟ كوكو، انت بتعرفي شو اللي عجبني فيه؟ شو؟ انه قدر يلفت لي انتباهي. عن جد برافو علي، هو كتير ظريف ولزوز. بس ماله تقيل ابدا. بالعكس، بعدين حتى لو ما كان تقيل انا كتير عاجبني، بكفي لما عزمته على الغدا ما قال لي لا. هيدا اذا ضل معك بعد الغدا. بتعرفي انا عجبني نزول كتير كتير، بس مشكلته أنه بلدي، بس قلبه كتير طيب. طيب بدي أسألك سؤال. نحن الوحدة منا لما بيعجبها الشب كيف بتثق فيه؟ أنا ما بثق بالشب فورا، أنا أول شي بمتحنه، بعدين إذا مشي معي بمشي معه. عيب شبك بسمح بركين هدولي، ما بتعرفي تسمعي من بعيد؟ ولك لساتك عم تتفرج على هالمسلسل لقرادة؟ يلا جيب الشنجلي شايف الحقينا تضربي انتي وهالمسلسل. يلا امي بس المسلسل مو راضة. ايه ايه جبتن الشنجليشات. بس والله يا خالتي عن جد الشباب كثير متغيرين، يعني نزير مثلا صار له تقريبا شي 3 ايام ما حكي معي مثل العالم، يعني هو بالعاده بيحكي معي، يعني بيحكي معي كلام حلو، مثلا بيقول لي تقبري قلبي احلى من 280. والله ايه بيكون باله مشغول بالمصاري، يا اما في شي قصه زعجته. بس ما عم يجي يتعشوا بالبيت. والله شو هذا عوض ما تقولي، يا حرام مساكين ما في عندهم وقت ياكلوا من ضغط الشغل. بعدين ليش عم توجعوا لي راسي؟ بس يجوا انضربوا سألوهم. مساكين نحن المساكين. أبصرني. ألو مرحبا. أهلين خجو. هيكي شو بقول لك، لا تستنونا، تعشوا. ايه ما حنتعشى معكم. ايه مثل ما بدك. يلا الله معك، مع السلامة. والله ما كلينا، صوب معي
27,000 لكم. 27. 6 ابو حاتم. 33. 7 ابو شاكر. 40. 3 للبلو. 43. 15 اجار الورشه. 15 43. 58,000. شو رايكم هلا شبكات الشاي؟ طلع انت طلع تركنا لنا وقت الشاي هلا عم نكتب هلا معنا فاضي للاسرار. هات لشوف شو صار معه. عم فكر احكي مع كاريز اطلب منه شيء. من كاريز؟ شو عم تحكي انت؟ اخو هذا انت اللي بدك اياه. ومين اللي قال لك انه هيك بدي انا؟ شو مين قال لك انه انا اللي بدي اياه؟ انت اللي حكيت بتمه. ايه مو صحيح. انا قلت يمكن هدول البنتين يحلوا لنا مشاكلنا. ايه وهيك صار عندنا مشكله. عنا بس مو نحن نطلب منهم، هن من حالهم يحلونا مشكلتنا. طيب اذا ما عرفوا بمشكلتنا كيف بده يساعدونا؟ اخي هدول البنتين سال اياهم. ايه مو تكرم عينا، بس مو بكره تيجي تقول لي تعالوا لعندهم، انا لما بنسى واحد خلاص بقبعه من راسي ابع. نزير اذا القصه مشان المصاري خلاص انا بكره بدبر. منين بدك تدبر؟ من ابو حاتم سكجا. والله ابو حاتم سكجا ما معه يمشي، عم يلاطش مثل القدش، بعدين هذا مبلغ كبير منين بدك تدبره؟ مو اني. طيب اخي انت امتى وعدته لك؟ بعد 3-4 ايام. خلص روح انا بدبرهم. حدين انا من بكره راجع اشتغل على الهونداي. هونداي؟ ايه مو حل. قديش حطالع يعني 100-500 ألف؟ ايه ما لهم قيمه. ايه علينا. شو الحل لكان؟ شو بدنا نعمل؟ اذا بدكم اردوا لكم على واحد بدي ينقل المبلغ اللي بدكم اياه بس بالفويس. سالخنا هالمشوار. هذا هو الباب معلم. هذا هو الباب. شو اسمه الزلمه؟ شو اسمه؟ عبد ماهر. شو بيعدوا له؟ شو؟ كوهي. يلا لو كريسمس فتح منيح. يعني متاكد انت انه هو بدايه؟ لك ايه لك الحاره كلها طاري. هلا اول شيء ما كان حدا بيعرف، بس لما عليه هو الزلمه وسلخوا هداك سكين العالم كلها دريت. هو سلخوا سكين لأب ماهر؟ لا أب ماهر سلخوا سكين للزلمة. عم قلك زلمة مشراني وصخة شبابك ما تجمع مخك. لك ريفني بقبرك إن شاء الله. قوي مالك معلم، العالم كله عرفت بس كله صاروا يدينوا منه ما عاد في مشكلة. لك خلصنا دق الباب. لا لا معلم خلص فوتوا انتوا لحالكم وقولوا له انه اهل الحاره دلوكم عليه. اوكي يلا. وليه ما بدك تدقه؟ لك سمعت لكم. لا والله ما قلت لنا. لك ما الزلمه اللي اكل السكين انا جبت له اياه. هذاك الزلمه صار بطجي لحد الان ما رجع المصاري. هلا مشان هيك صار ياخذ ضمان. وليش ما قلت لنا هالقصه كلها بقى؟ شو عرفني؟ ولا فكرتكم تعرفوا. ما بتعرفوا؟ لا والله عرفين من لقيتك غير شكل، لقيتك بنت ظريفة وأكابرية ومرباية وحكياتك حلوين نخشين وأنا هيك بحب يعني هيك بتطيري لي عقلي. شو؟ ضايق خلقك؟ ايه بقري لك شي فيلم. مليت من الأفلام. تعرفي شو؟ شو؟ عم فكر مفاجأة نعملها لنزور لدودي. مفاجأة؟ والله فكرة حلوة. شو هي؟ هي حلوة بس بتكلف شوي. طيب قولي لي شو هي؟ قديش معك مصاري ما بدك ياهم؟ ما بعرف يمكن شي 2000 دولار، مو مهم المصاري، قولي لي. أنا معي 3. إيه بكفوا. طيب ليش هو بكفوا؟ قولي لي. هلا هي سربرايز بس خطيرة شوي. ما قلتوا لي قديش المبلغ؟ هي علينا اخي قلنا لك بدنا 25,000 ومنرجع لك يوم بعد شهرين. ايه وشو التأمين؟ الضمان عنا هونداي. وان شاء الله ملك. ايه ملك، الملك لله. اخي ماشي الحال، ال 25,000 بدهم يرجعوا بعد شهرين 35,000 بالتمام والكمال. العمل ليش كتير؟ لا مو كتير اخي، هيك الاسعار اليوم. بعدين بالاخير اذا ما بتعرفوا روحوا سألوه، وإذا لقيته أرخص مني لا ترجعوا لعندي. لا هيك ما بمشي الحال. طول بالك صلي على النبي. خلص أخي لا بدنا نروح لبنا نجي، بس المرة الجاية تراعينا. إيه ما حذرت. لك يا شباك عم يمزح معك. حبيبي أنا ما بحب المزح، ما بحب المزح بنوب وخصوصا بالمصاري. خلص اتفقنا اتفقنا اتفقنا. ماشي أخي رح أكتب لكم الوصل وجيب لكم المصاري.
ألو، ممكن أحكي مع نزير؟ أنا نزير. هاي نزور، أنا كوكو. أهلين يا هلا. ما عرفتك، صوتك متغير، ليش؟ لأنه أمي نايمة. ليش نايم أنت وأمك بغرفة واحدة؟ لا لا، بس يعني ما خلص، ما في شيء. شو قلي لي شو؟ بدي شوفك بكرة. ليه؟ طيب خلص، بدون ليش. بدي شوفك أنت ودودي بنفس المحل. ايه خلاص خلاص خلاص، ايه مثل ما بدك. تصبح على خير حبيبي، باي. الوش يا محدي، ما احلى. سعدي صباحك. سعد صباحك. خير؟ شوفي ابن حلال، جيت بوقتك، عاوزك ضروري ضروري ضروري، لا تروح بس لحتى اشوف كنون دقيقتين. يلا جايك انا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا كنا عم نذكركم بالخير، واذا ما لكم مصدق سال ابو محمود. مزبوط ابو محمود؟ مزبوط. ان شاء الله بتقبشني انت وياه هاي المصاري على دوز بارا. هاي اللي قلنا معكم امره. شكرا شكرا. السلام عليكم. اسمع لك محدين، اخر مشوار بنطلعه معهم وبعدين بنرجع بنلتفت لشغلنا، وصلى الله وبارك. استبينا استبينا، خلصني بقى. مرحبا ضياء. السلام عليكم. لكن شغله بيقبشني الوش، ما احلى. ايه مداخيلك. بنطلوني وميسين. ايوه والله صعب شوي. ايه شو صعب ما صعب؟ لا لا تقول شو نسي. ايه ماريا ضيع الليمون. ولو يا شباب لا تضغطوا علي، الله يخليكم. بس اليوم اليوم وبس. ايه خلص ضبط لنا. طيب بعطيكم ياهن بس بشرط. حدين قله شروط يا سيدي. بجيبوا لي ياهن قبل الساعه 4، قبل ما يجي زبون ويطلبهم. ايه لحظه، نزيل انا بجيبهم ولا انت؟ لك شو انت تجيبهم، انا بشواربي بجيب لي ياهن. خلص خلص فوتنا. ايه يلا. ما قلت لي انت هذيك المرة انت انجليزي ولا فرنسي؟ انجليزي. قول احنا انجليزي. حدو شلون هي؟ تمام. ها ليتك ما تبلا الهي. انا شلون طالع؟ شوف لقلا هذا اخر مشوار وبعد منا بنلتفت للشغل. اخر مشوار. ايه خلاص خلاص، بقول لي شلون طالع. انا طالع مثل ابو عبدو. مين ابو عبدو؟ تبع معرب هيك اوله كان طاحش. شو صار معاه؟ ما عليك الخاعات، جبت لسانات. شبك عم تفتش عن اهلك؟ كم واحد جبت؟ ستة. تعال هيك هيك هيك، روح يمينك يمينك يمينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، بدك تشوف لنا السيارة. ايه شو مشكلتها؟ والله ما بعرف، صار لك اليوم عم تتبع معي. تكرم عينك، هلا بتاخذها. لا شو هلا، طول بالك، نسيت الزباين اللي عنا. زباين شو؟ لك الزباين. اه هدي. ايه والله عنا زباين. معيدك معلم، ترك لنا اياها. انا ما عندي مشكله. قديش بدها تخلص يعني؟ يعني 3-4 ساعات بالكثير. ايه في داعي اخذ رقم التليفون مشان احكي معكم ولا ما في داعي؟ لا لا ما في داعي بنوب، 4 ساعات تجي بتلاقيها مثل العروس. طيب يعطيكم العافيه شباب، السلام عليكم. الله يعافيك. مع السلامه. الله معك. مع السلامه. شو انا زباين وما زباين؟ لك مو انت قلت هذا اخر مشوار؟ ايه ايه. خلينا عند شبرا. شلون يعني ما فهمت عليه؟ يعني بنروح فيها للسياره، هن معهم سيارتهم ونحن معنا سيارتنا. شبرا شو صفن؟ ما صفنت بس يعني معقولة؟ اي معقولة. شو في؟ بدك تروح بهي السيارة؟ بهي السيارة؟ محلين احنا ما لاقينا. للزور؟ لا توجع راسك، خلينا نطلع ننبسط معيتك. روح ليش؟ مين شايلك؟
الزوج رجع. صحيح ما سألتك نحن وين رايحين؟ أنا كتير مبسوطة معك، وأنت مبسوط نونو؟ لك 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 كوك وأنا اللي مبسوط، إن شاء الله بتقفشيني. أنا بتمنى هذا الطريق الطويل يضل وضل معك طول الطريق، وأنت شو نونو؟ هو ما بعرف شو ما يعني ما أنا ما بعرف شو بدي قلي. ما تقلي شيء، بس بدك توعدني أنه ما تخذلني، وعدني. شلون يعني؟ أنه ما تخيب نظرتي فيك. أنا؟ تعرف انت احسن واحد شفته لهلا، مشان هيك ما بدي اخسرك، وعدني. هو يعني انا بوعدك، بس لوين رايحين؟ يعني رايحين نتغدى عند ابو شفيق؟ لا، رايحين نعمل سياحه وشوبينج. شوبينج قوي لك المكيف. لا، رايحين على بيروت. على بيروت؟ مستحيل. ما بقدر. بعرف انه معامل حسابك وجاهد معك مصاري، بس انا عامل حسابي بكل شيء، واليوم عازيني عليه. يا مو مشان قصة مصاري ولا مو مصاري، بس انا مستحيل اقدر اترك الشغل. هلا ما بيقولوا العمر بيخلص، الشغل ما بيخلص. ايه ما اختلفنا، بس يعني ما عندي التزامات. انا امبوسيبل ارجع. معلش لاوي لا يتقال لك عرق. نو واي. طيب طولي بالك لحتى احكي مع محدين. اروح شوف. بس نحن رايحين رايحين على بيروت. عاك الأحوال ليك وهاي محدي. لك ليش وقفتوا وخليتوا يرجع؟ انت عارفانين وين رايحين الشباب؟ على بيروت. وين المشكلة يعني؟ صحيح وين المشكلة يعني؟ لك شو القصة؟ شو أهبل انت؟ على بيروت بيروت بيروت. لك شحة بيروت ساعة روحة وساعة رجعة، بننبسط ونروق وبنعمل تمرين ونرجع. حدين تعال لك تعالوا. حدين شو أهبل أنت؟ سيارة زبون. سيارة زبون هلا بنروح من زتة عند النفسيان نطلع. خلينا نروح نروق شباب. شو هالمخاتلة؟ طيب شو بدك تقول للبنات؟ بنات أنا بحلها. اسمع شو رح أقول لهم. لولو أنا لازم أروح عند النفسيان حط السيارة ضروري. يا الله ليش بقى؟ أول شيء ما معي إذن خروج للسيارة برات البلد، وهي السيارة تقطعنا لازم أوصلها عند المكنسيان ونزلها هلا. يا الله، طيب أنا كنت حابة نضل مع بعض لحالنا. صدقيني ما بقدر، لازم ننزلها ضروري هلا. أخي أنا بنزلها. لا، منروح كلياتنا عند المكنسيان مشان نوفر الوقت. لك والله ما في داعي يا جماعة. لك شو بدك أنت؟ تعال نزورتي. زيل السيارة عند الشباب على السيارة لما أحكي مع الميكانيكي. وينك؟ علي؟ بعدين بحكي معي. أهلي معلي. نحن الجماعة اللي حكيناك على التليفون مشان نصلح السيارة. أيوة فهمت عليك. شو بقى السيارة؟ عم تسكسي. وكل قد ايه عم تسكسي؟ شو بيعرفني عم تسكسك وبس هلا؟ لا بس مكنة ما شاء الله. روح شايف لك يا معلم. روح فهم علي معلم، فهم علي منيح وركز معي. رح اترك السيارة عندك وشوف شو بدك تساوي فيها. لا يا طيب وصلت. كتر خيرك، شوف شغلك حبيبي. تفضلي. سيد اعطيني مفتاح، سبقيني على السيارة جاي. يا دول معلم اسمعني منيح، نحن رايحين على بيروت، السيارة ترجع لصاحبها وتاخذ منه 70 ليرة، مشاكل ما بدي وبدير بالك على الورشة، وأي حدا بيحكي من أهلي نحن طلعنا نصلح تصليحة، فهمت؟ وقف شوي. شو؟ اتصلت صبحية قبل شوي على خجر المستشفى. شو عم تحكي؟ الله وكيلها. من أيمتى الحكي؟ من 5 دقايق، وقت إني أقول لكم لما أشوفكم اتركوا كل شيء بدكم ونحولوا على المستشفى. هذا اسمع، إذا بيرجعوا بيتصلوا مرة ثانية ما شفتنا ابنه، فهمت؟ ونزيل ما بشوف دوسيري انك حكيت لي. مسيك خليني افتح معك. شو دكتوره؟
عندك شي بحصان؟ لا لا على الأغلب تشنج بس حاد شوي. يو بحياته ما صار مع التصنج؟ اطمني أنا عطيتها مسكين وهلا بالبيت شبيها زورات ولا تخليك تحرك زيادة. الله يخليكي لأهلك يا رب. شكرا كثير. مع باي إن شاء الله. الله يعافيك. ساعتك موجوعة ولا؟ يبعد لي حمى عليك. هاتوا تشنج عولي على قلب خاطركم. دودي مبسوط؟ ايه مبسوط كثير. طب ليش زعلان؟ شو بك؟ ماني زعلان بالعكس مبسوط خيرات الله. شو الاخبار بالمكتب؟ كله تمام على كيفك. فهمت الموظف شو يعمل مشان هذيك القصة؟ لك ايه فهمته قلت له على كل شيء خلص بقى. يعني فهمته شو يحكي مشان الشباب الطيبة؟ لك ايه فهمته. يعني الامن مستتب؟ لك والله كل شيء تمام خلص بقى. ليش عم تضحك انت؟ عم بضحك على الشباب الطيبة. بعدين ضحك ممنوع يعني؟ لا مو ممنوع. ضحكي. شو صار لك؟ شو ضربوا في وزادك يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. والله طيب برجع معك معك. مرحبا. اهلين اخي. مو هون ورشة مهندسين ونزير؟ بلا. وين سيارتك؟ اخي ما معي سيارة، انا الكوضيها. وين الشباب؟ ببيروت. ببيروت؟ يا باطل. وامتى بيرجعوا؟ ما بعرف. طيب ما تركوا لي عندك بنطلون وقميص وطقم وقافي؟ لا والله. دعم على المصيبة. وامتى راجعين؟ كمان ما بعرف. ما فينا نحكي معهم الله يخليك. هدول الاواعي تبع زبون صار حاكي معي مرتين. والله بينشر عرضي والله. طبعا بيش نعرضك الزلمة. حقه الزلمة. لك أخي والله ما اختلفت معك حقه، بس وين فينا نحكي معهم؟ كيف فينا نتصل فيهم؟ الله يخليك. ألو كيفك اسمه؟ دخلك نزير ومحدين رجعوا شي؟ لا والله طلع يصلحوا الزبون هلا لسه ما رجعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبع البدر يا زمن ما له أمان.